تقدر تروح على مكتبك يا أستاذ رمزي، أنا عاوزة المهندس حسن. حاضر. وتجيب لي التقرير اللي طلبته قبل ما اليوم يخلص. حاضر، مستنيك في مكتبي. دول حاجة؟ لا ما بقولش. طبعا أنا فهمت إن أنت والأستاذ رمزي صحاب، ودلوقتي حضرتك عرفت إني أخته. أنا بقى مش عاوزة حد في المكتب يعرف إني أخته. ما أقدر موقفك لغاية ما أفصله. تفصلي مين؟ رمزي. ليه طيب؟ عشان عدم التزامه. انت لحقتي تحكمي؟ اولا اسمع حضرتك، ايه انت دي؟ انا بقول لك حضرتك. الحاجه الثانيه، انا عارفه اخويا كويس. انت عندك حضرتك عندك خلط في الامور. نعم؟ مش من حقك تتبني احكام مسبقه ايا كانت علاقتك بيه. ده ما اديكيش حق انك تبقي مسبقه بقرار فصله. مش هو بس. لا انا بتهددش. مين قال لك ان انا بتكلم عليك؟ اسمع عن حضرتك. أنا هدخل في الموضوع على طول لأني تعودت إن أنا أكون صريحة. أنا عارفة إن الشركة كلها كانت فاكرة إن أنت هتيجي مكاني. يفهموا اللي يعجبهم. المنصب ده لو اتعرض عليا أنا هعتذر عنه. فعلاً؟ مش محتاجة أثبت لك. أوكي ماشي هصدقك. لأني اتعاملت مع ناس كتير شبهك في الشركات التانية. شبه إزاي يعني؟ يعني كل الأمور في إيديهم، ما بيحبوش يبقوا في الصورة. فالمدير لما بيكون عاوز ياخد قرار ما بيقدرش ياخده غير لما يرجع لهم. ده بيرضيهم نفسيا قدام الموظفين، بس لما بيحصل غلط المسؤول هو اللي بيشيله، اللي بيبقى في وش المدفع. ايه وش المدفع دي؟ واضح انك اتعاملتي مع ناس مرضى. انا مش كده، انت فهماني غلط. فهمني صح. حضرتك لسه مستلمه الشغل امبارح، طلبت مني طلب؟ لما طلبته من موظف عندك في الاداره قال لي ان الموضوع عندك انت يا باشمهندس. واضح ان حضرتك فعلا عندك خلط. خلط؟ خلط اختصاصات. إدارة المشروعات دورها إنها تدرس كل المشروعات اللي موجودة في الشركة وتشوف لو في مناقصة أو مفيش أو إسناد بالأمر المباشر. دورنا بقى إن المشروع ده يرسى علينا. فين المعلومات الجديدة اللي بتقولها؟ إن مش دور إدارتي خالص تلف على المقاولين اللي انتوا جايبينهم ينفذوا. في إدارة اسمها إدارة التنفيذ هي المنوط بيها القيام بالدور ده. وأنا عشان خبرتي وعلاقتي بالشركة كلها بقدم التقرير دي عشان عارف ان المهندس رضوان مش فاضي بيلف في المواقع. انا بقى هنا عشان اشيل الخلط اللي انت فاكر ان هو خلط. بطريقتك دي مش هينفع. ومش دورك تقولي انا اعرف اعمل ايه او ما اعرفش. بصي انا كنت متشائم لما اول مره قابلتك خبطت لي عربيتي واتخانقنا وابني كان فاكر انه يعني بنتك لها علاقه. لو سمحت. لو سمحت انت سيبيني اكمل. وتاني مره تقابلنا في القسم وانا بالبيجامه. طبعا كل ده كلام غريب بالنسبه لي، بس لما عرفت انك اخت رمزي بقى لك مكانه خاصه جدا عندي، عشان رمزي مكانته كبيره قوي وغالي عليا، وانا هساعدك تعرفي كل كبيره وصغيره في الشركه. شكرا على كلامك اللي ما فهمتوش، بس اقدر ارد على اللي فهمته. انا مش محتاجه مساعده من حد. شكرا. هو انا ممكن اقول لك حاجه شخصيه قبل ما تقوم؟ اتفضلي. سيب مامة الولاد هي اللي تكون متداخلة معاهم. سبحان الله، كنت هطلب منك نفس الطلب بالظبط. مساء الخير. ألف ألف مبروك علينا وجودك يا باشمهندسة. الشركة نورت. شكرا. رضوان الجمل يا فندم، مدير إدارة التنفيذ. أنا آسف ما لحقتش أجي إمبارح، أنا كنت في بورسعيد وطلعت على أبو قير، بتابع الشغل يا فندم. إزيك يا باشمهندس حسن؟ إزيك؟ هو بس السؤال المهم، هما ازاي يعملوا فينا كده؟ شفت؟ ازاي جابوا لنا قمر تكون رئيسة مجلس الإدارة؟ ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ كداب قوي. بتقول حاجة؟ لا لا لا، بقول عن ذنوب. حلو قوي بنفسجك. ممكن أفهم حضرتك ليه طلعت قرار نقلي؟ رؤيتي؟ رؤيتك على عيني وراسي. انقليني إدارة التعاقدات، إدارة التصميم، خليني زي ما أنا، أي حاجة بس إدارة التنفيذ لأ. أنا ما أعتقدش إن من صلاحياتك تقولي أنقلك فين يا باشمهندس، دي رؤيتي وهتتنفذ. وأنا مش هنفذ القرار ده. ممكن أعرف السبب؟ باختصار ظروفي تمنعني إن أفضل طول الشهر ألف على المواقع في المحافظات. وإيه ظروفك؟ والله ظروفي تخصني، وبعدين الإدارة دي مع رضوان، أنا أصلاً رضوان اترقى. وبقى نائب رئيس مجلس الإدارة ومسؤول عن إدارة المشروعات اللي أنت كنت ماسكها. ما يهمنيش جبت مين مكاني،
انا كل اللي يهمني تعدلي القرار ده لو سمحتي. وانا مش هعدل القرار، انا كنت فاكره انك هتشكرني. يا ستي متشكر جدا، ممكن تعدلي القرار؟ متهيألي ان انا رديت عليك، الموضوع منتهي. كيك انا اذن حضرتك. هو حقيقي اللي حصل ده يا باشمهندس؟ رضوان مين ده اللي نشتغل معاه؟ ده بني ادم ما بيفهمش حاجه. لا وكمان مخليها النائب بتاعها. طب على فكره بقى هي كمان ما بتفهمش حاجه. اذا كان في اول يومين ليها وعملت العك ده كله، امال لو عطلنا. لو سمحتوا تهدوا اهدوا واعملوا شغلكم. ازاي يعني يا باشمهندس بس؟ هو انت يفرق معاكوا ايه مين مسك مين مشي؟ انتوا تعملوا اللي عليكم وبس. يا عفاف حد عندها؟ مفيش حد، متقلقش يا باشمهندس كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. غيرت رأيك؟ أكيد لازم تثق فيا يا باشمهندس وتعرف إن أنا ليا رؤية، أهم حاجة بالنسبة لي مصلحة الشركة، وده خلاني اعمل حاجه ما جاش في بالي ابدا ان هيجي يوم اعملها. حاجه ايه؟ ايه ده؟ استقلتي. وايه لازمتها انك تبقى داخل مبتسم ولما اسالك في ايه تكذب وتقول ان انت غيرت رايك وانت اصلا مقدم استقالتك؟ تقولي ايه بقى؟ كذاب. كذاب مش كذاب، دي حاجه ترجع لك، استقالتك مقبوله. استعرفي مش مشكلة ان الواحد يبقى كذاب، مشكلة ان يبقاش واخد باله انه كذاب، وانت بقى بطلت تكذب على نفسك وتقول ان عندك رؤية. مفيش. شكرا. عارفة لولا انك اخت صاحبي انا كنت عملت ايه؟ كفاية لحد كده يا باشمهندس وتفضل. انا اللي اقول كفاية الرؤية يا قال. اللي اتأدب يا عفاف. مبروك الباشمهندسة عندها رؤية. يا باشمهندس حسن. حسن مش هتفطر معانا؟ يا باشمهندس حسن هو في ايه؟ اتخانق مع الباشمهندس خناقة كبيرة قوي. اهلا وسهلا يا باشمهندسة. حسن يا زينب تسلمي ايدك يا حبيبتي. خد يا اخويا كوبايتين الشاي بالهنا والشفا وشوية الفايش دول عشان تفتوا فيهم. فايش ايه ومفت ايه بس؟ الله ما تحرجناش قدام الضيفة يا حسن، لازم نقدم لها حاجة. بقول لك يا اخويا اوعى يا حسن تكون ماشي مع الولية دي وبتضحك على اختك. حط صوتك. بقول لك رئيس مجلس الإدارة. حسن هو في برضه رئيس مجلس إدارة بقصة وحلو كده؟ يلا يا زينب يلا يا زينب. منورة يا باشمهندسة منورة. اتفضلي يا باشمهندس. دي حاجة كده من زيارة زينب أختي من البلد، معرفش تكوني عارفاها ولا لأ. طبعاً عارفاها. فايش هو أنتوا منين من الصعيد؟ من أسيوط. أنا أمي من سوهاج. أه صحيح رمزي قال إنه من سوهاج. تتكلم أنت ولا أتكلم أنا؟ هو الحقيقة جيتك على راسي من فوق، بس فكرة إنك تعرفي ظروفي من رمزي تيجي عشان تتعاطفي معايا أنا ممكن أستوعبها من منطقة إن أنت أخت صاحبي، لكن على مستوى الشغل أنا ما أحبش كده خالص. حضرتك فاهم غلط خالص، أنا مش متعاطفة معاك نهائي يا باشمهندس. حتى لو كنت جاي تعتذري. أعتذر؟ حضرتك اللي المفروض تعتذر على أسلوبك وطريقتك وتجريحك ليا في المكتب. الصراحة أنا ما كنتش مصدقة خالص. طيب أنا بقى بعيد عن الاعتذار والتعاطف، أنا أحب أحط نفسي مكان الشخص اللي أنا باخد له قرار، ولما عملت كده اكتشفت ان انت صح يا باشمهندس. ما ينفعش تكسب شغلك على حساب ولادك. انا مقدره ظروفك، انت اب الاربع ولاد، وصدقني ده مش تعاطف خالص، ده احترام. بس برضه انا ما جيتش عشان اقول الكلمتين دول. امال حضرتك جايه ليه؟
عشان اتاكد بنفسي، لان رمزي مش دايما بيقول الحقيقه. وحضرتك كنت متخيله ان انا ورمزي عاملين عليكي فيلم عشان تتعاطفي معايا؟ مش حضرتك اللي مقصود خالص يا باشمهندس، بس كان لازم تبقى دايركت معايا وتشرح لي. انا مش مطالب اشرح ظروفي لحد. لازم تبقى واضح يا باشمهندس. وحضرتك تديني فرصه اتكلم اصلا؟ حضرتك بتعلي صوتك عليا في بيتك، بجد طريقتك فجه. وطريقتك انت ايه؟ انا؟ امال انا؟ انت. انا مش فاهمه انت صعيدي من اي اتجاه. لا من فضل حضرتك، انا غلطانه ان انا جيت. افضل بقى فت في الفايش ده انت وممازن. من فضلك يا باشمهندسه اتفضلي ارتاحي، من فضلك خلينا نكمل كلام. ده اللي فكرت فيه، مهندس شاطر يدخل ينظف اداره مليانه تجاوزات. انا لو مكانك كنت اسيبه زي ما هو كده واحط عيني عليه وارصد تجاوزاته لحد ما اقدم ملف للرقابه الاداريه. وده اللي انا كنت هعمله عن طريقك انت. لما انت تدخل مكانه كل المهندسين والمقاولين اللي بيشتغلوا معاه كانوا هيحكوا لك ويدوا لك بدل الدليل 10 عشان يكسبوا ولائك، وكنت هقفل اي تجاوز بيحصل في المشاريع اللي شغاله دلوقتي. انت متخيل ان واحد زي رضوان هسيب دليل وراه؟ هيقول لك اثبتي. عشان كده بقول لك خلي مكانه وخلي عينك عليه. انا قلت الكلام ده للمهندس عبد التواب رئيس مجلس الاداره السابق، بس هو كان كل اللي همه ان المشاريع تخلص وتتسلم في ميعادها وبس. أنا عاوز أطلع بالشركة دي لفوق، عندك استعداد تكون معايا يا باشمهندس بعد ما وضحت لنا الأمور اللي كانت غايبة عننا؟ أنا ما كانش غايب عني حاجة يا باشمهندس، وحاولت أوصل لك أكتر من مرة إن أنا في ظهرك وهساعدك. هو حضرتك عاوز إيه يا باشمهندس بعد كل اللي قلتهولك؟ أنا مش عاوز حاجة. براحتك، أنا ما رحتش الشغل وجيت لك، وعندي استعداد إن أنا أرجع في قراري، ده لأني عرفت ظروفك واحترمتها. كنت أتمنى تحترمي كلامي قبل ما تحترمي ظروفي. تاني معاك لبكرة الصبح يا باشمهندس، وهستنى ردك. أنا رديت خلاص. طب طول بالك لحد بكرة الصبح، يمكن ترجع في كلامك. أنا عندي كلام يا باشمهندس. لما تقابلنا كذا مرة صدفة أنت قلت لي إن ده قدر لطيف يخلي فيه حوار بينا، ودلوقتي مش قادر تحترم القدر اللي خلى رمزي يحكي لي عنك. خيبت ظني فيك يا باشمهندس، عن إذنك. ادخلي يا عفاف. بلغتي كل المديرين؟ زي ما حضرتك جيتي امبارح علشان تتأكدي من ظروفي بنفسك، وده شيء ضايقني جدا، فأنا قررت أعمل زيك وأتأكد بنفسي، أتأكد من أحقيتك بالمكان ده وشطارتك. وعشان أعمل كده لازم أسحب استقالتي. أنا مش محتاجة أثبت لك أي حاجة، أنت هتشوف بنفسك يا باشمهندس. يلا بينا على الاجتماع. طبعا كلكم بتسألوا مين الست دي وبتعمل ايه هنا، رغم ان الشركة دي فيها من الكفاءات والخبرات اللي من السهل اختيار واحد منهم لرئاسة مجلس الادارة. الموضوع ببساطة ان انا عندي خبرة اكبر في ادارة الشركات، ده غير عملي في مجال الهندسة. انا الحمد لله مفيش شركة قطاع خاص كنت مسؤول عنها الا ما حققت طفرة عظيمة في الانضباط الاداري والارباح، ده لاني لا اقبل بالخطأ ولا إهدار الفرص. إحنا في شركة ليها تاريخ عظيم من الستينات، أنا الأوان إن إحنا ننفض التراب من عليها وكل واحد يعمل دوره على أكمل وجه ويكمل دور غيره، ودي حاجات أنا هشرحها بالتفاصيل بعدين. طبعاً الشركة دي بتحقق أرباح سنوية رغم أدائها الضعيف وقلة المشاريع اللي بتنفذها، حد يعرف السبب؟ اتضح إن نسبة الأرباح دي بتيجي من بيع الأراضي في المزادات، ده بدل ما نطور ونستثمر ونجيب شركة ونحافظ على الأصول بتاعت الشركة بنستسهل ونبيع. ناس كتير مش هيعجبهم كلامي ده لأن البيع أسهل من التطوير، بس الناس دي بتبص تحت رجليها، وأنا بصراحة ما يشرفنيش إن أنا أشتغل معاهم. ومع احترامي كامل للإدارات السابقة،
اللي أهملت في الاستفادة من الأراضي المميزة دي أنا مش هقبل إن المهزلة دي تتكرر تاني. فاللي مش شايف نفسه في المنظومة دي ممكن يتفضل ويقدم استقالته، لأني لا حسمي على مهمل ولا فاشل.